تقدم شركة مرسيدس الفئة S التي تتميز بمعايير جديدة من ناحية التقنية والراحة. السيارة متوفرة في نسخة طويلة إضافة للإصدار التقليدي. يمكن الاختيار بين محرك ديزل ومحركي بنزين بقوة تتراوح بين 258 و455 حصانا. الإصدارات الهجينة متاحة أيضا. يمثل تصميم الفئة S الجديد تحدياً كبيراً، إذ لا توجد سيارة أخرى تمثل العلامة التجارية لمرسيدس مثل هذه الفئة. فخامة ظاهرة للعيان واستخدام لأرقى المواد. تعرض نماذج السيارة بشكل رقمي على شاشة عرض كبيرة. يضفي السقف الزجاجي طابعاً ساحراً، كما تقدم المقاعد القابلة للضبط كهربائياً أقصى درجات الراحة. يلاحظ خبراء السيارات سريعاً التغييرات في الطراز الجديد مقارنة بسابقه وبالسيارات الأخرى. تتميز مرسيدس S عن التقليدية بخفة الوزن وقلة عدد الأزرار وكبر حجم الشاشة. نختبر المحرك القوي للفئة S، ثماني الأسطوانات بقوة 455 حصاناً وسعة 4.6 لترات. تصل السيارة الفاخرة لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.8 ثانية، ثم يتواصل تزايد السرعة دون مجهود كبير لتصل إلى 250 كيلومتراً في الساعة. يحتاج المحرك لنحو 8.6 لتر من الوقود. لم تبخل مرسيدس بأي إضافة لتعزيز النظام الأمني للسيارة، فنظام التحكم السحري للهيكل يجعل السيارة وكأنها قادرة على الرؤية. مرسيدس هي الشركة الوحيدة التي تقدم مركبة بدرجة تفاعل عالية. تستخدم كافة الإمكانيات المتاحة مثل الاستيريو كاميرا التي ترصد المنحدرات وتقدم المعلومات حتى يستطيع السائق تحريك الإطارات بالطريقة المناسبة على الطرقات المنحنية. يتعامل النظام بشكل خاص مع كل إطار على حدة، وبهذا تظل السيارة على مستوى واحد حتى مع المرتفعات بارتفاع 20 سنتيمتراً. ينتظر الزبون الكمال الشكلي أيضا، وهي مسألة كانت محل جدل في الفئة S. يعتبر التصميم المتناسق من الأمور الشديدة الأهمية في المركبة. تتميز مرسيدس بالتصميم التقليدي المعتمد على الدفع الخلفي. حمل السيارة يتركز أكثر على الإطارين الخلفيين، ما يتضح في هذا الخط التصميمي الذي يبرز في الخلف. يسمح التصميم بهذه المساحات الواسعة الرائعة في السيارة. شبكة المبرد الكلاسيكية مع شعار النجمة فوق غطاء المحرك من الأمور المهمة للغاية، فهي تعبر عن الفئة S وعن مرسيدس كعلامة تجارية وترمز ل 125 عاماً من العرق. شبكة المبرد صارت ثلاثية الأبعاد، ما زادها رونقاً. شكل مصباح ضوء النهار يعتبر علامة مميزة جديدة لمرسيدس بهذا الخط الذي يشبه الحاجب، وهو إضافة إلى شبكة المبرد يميزان مرسيدس عن غيرها. الفئة S من مرسيدس هي أول سيارة عالمياً بدون مصابيح الإضاءة التقليدية. استعاضت مرسيدس عنها بحوالي 500 مصباح LED للطريق وداخل السيارة. يمكن تحريك المقعد المجاور للسائق إلكترونياً لتوفير مساحة أكبر في الخلف. يحتوي المقعد الخلفي على 7 برامج للمساج. الجلوس في المقعد الخلفي متعة كبيرة، فهناك مساحة كبيرة لقدمي، أقصد هنا النسخة الطويلة. أعتقد أن هذه الميزة ستكون مصدر سعادة للأمريكيين والصينيين بصفة خاصة. لدي مساحة كافية لحركة رأسي، بالإضافة إلى متعة تشعرك كأنك في بيتك، وهي هذه الوسادة الرائعة. ألا يوجد شيء يمكن انتقاده؟ السيارة بها 20 نظام مساعدة أو أكثر، وبالرغم من ذلك يجب علي أن أستخدم مفتاح التشغيل.